سيد أمير، سيد أمير، لحتى أكون واضحة وصريحة معك، أنا استضفت إسرائيليين، إسرائيليين، هن إسرائيليين، تمام؟ أنا بصراحة هذا سيستم برنامجي، حضرتك بتحب تخونني، أي حدا بحب يخونني، لا أنا ما خونتك، أنا يعني هاي خونت شغلة، الشخص، ما هذه كل خونتك. إنسانة له حرية التعبير، فأنا بستضيف أشخاص من مختلف التوجهات لدرجة إني أنا مستعدة أستضيف إسرائيليين، وأكيد أنا فلسطينية يا جماعة، والإسرائيلي ما بتشرف فيه، ولكن هذا سيستم برنامجي بصراحة، لحتى أكون واضحة صريحة معكم. وبصراحة نعم يعني إذا بدك تسألني عن المبدأ، إذا بدك تسألني عن المبدأ، أنت غلط وأنا صح. أنا بستضيف الفلسطيني والإسرائيلي لحتى يتناقشوا مع بعض، ويكون الفلسطيني متحدث يتمكن من إنه هو يعني يسيطر على الإسرائيلي ويخنقه خلال الحديث، وما بتضيف فلسطيني ضد فلسطيني يشتموا بعض ويعني يفرجوا العالم على بعض بصراحة يعني. فكل إنسان إذا ممكن يعني كل إنسان عنده مبدأ وعنده أسلوبه، وهذا سيستم برنامجي يعني قائم على استضافة أشخاص من توجهات مختلفة.